ديري وحده وحده يا امين. وحده وحده دي فيهم امين فيهم ما اش ماكولر وحده في هذه هذا قديت وحده هكذاك اه هكذا قديت مزال ما ضافنيش دقيقه برك اشوف في معاها السلام عليكم، مرحبا بكم في محل بينكي كيت براقي. قلنا لكم وقت يدخل السلاح ندير لكم لايف، يعني على بالي اغلب النصارى مشغولين بالطياب، لكن احنا كي تدخل لافير لازم تدخل سخونه كي البوراك. اطلعوا معنا، على بالي اللي ما شافش دوكا اللايف بعدا يشوفوا في السهرة إن شاء الله. كاين ثاني لي موديل جدد، وثانيا نشكر كامل الناس اليوم اللي جاو وسمحونا. الله غالب، هاكم تشوف الحالة طالعة لسما، هذا كامل باش الناس كامل تستفاد من الأسعار تاعنا. يعني الناس اللي راهي تجي للحانوت حنا رانا نستفو السلعة، لكن الكليون كيجي حنا من حقه أنه يقلب ويشوف. العكس كاين لي كليون هما يعاونونا، يعني الحمد لله. دير رأيك لأنه هذا هو، لانه اللي حب لافير لازم 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 يقلب. يعني اللي اول مره يجي للحانوت ممكن يستغرب يلقى الحاجة ذا السروال هكذا، احنا رانا نسقموه بالطريقه هذه، لكن الكليون هو اللي راح يحوس ويدير. وحنا نقولوا للكليون انه يدبر راسه، لانه باش يلقى السروال ولا يلقى الحاجه اللي يحبها لازم يقلب. يعني خذوا راحتكم، قولوا لكم مرحبا بك. اطلع اطلع كاين جديد، اطلع اطلعوا معنا، بارطاجيو ماكسيموم. السهرة نفتحوا من 9 حتى للساعة الواحدة. دخلنا اونصوم تاع بيبي، ديرونا جم إذا كان الصورة واضحة والصوت واضح. قلنا لكم راح نهبلوكم بلي موديل كل يوم كاين جديد. بالنسبة للعروض اللي درناهم ثاني راهم قريب يخلصوا. بالنسبة للفاس اللي درناها 185 بقاو فيها 5 حبات مع سروال الفراك. ثاني لونصوم تاع بنات 115 وسروال ب 5000. هاهم ليك، هادو جدد، هادي دخلت. هذا وين؟ مازال سخونة، مازال سخونة. هاي ليك أونصوب ما شاء الله بالكابيش تاعها، دوزيام جور، كاليتي تاعو ثاني ما شاء الله، 3 كولر، السعر تاعو 135. هذا الموديل أول، ما نطولش عليكم، لكن فضلا وليس أمرا لفان تاوعنا، ندير النجم ماك خاسر والو. ماك خاسر واش اللايف ما ينقطعش. كاين بزاف ما نقدروش نصوروا كل شيء، حنا عندي لكم ام تي لايف. واش كاين جديد؟ اللي يحب يبروفيتي ويغتنم الفرصه نوض الطوموبيل تاعك وروح بعد السهره ان شاء الله. دوكا حنا نغلقوا الحانوت سيبو بعد السهره من 9 الى 1، اللي مازال ما بروفيتاش غير ارواح، لانه كاين بضاعه ما شاء الله. السروال كاين بكل انواع، يعني ما شاء الله اغلب السروال اللي نبيعوه 100 ميل ماكسيموم 145، ماشي 300 وماشي 400، على بالي واش راني نهضر. الحمد لله وان شاء الله ربي يقدرنا. اونسوم تاع اولاد دوزيام جور ثاني ما شاء الله. هاوليك فيه الالوان تاعو كامل شابين، هاوليك في الفار في البلو، خير كيما حبيت. هاوليك ما شاء الله، هادو 120 كاليتي تاعو ثاني ما شاء الله، كاليتي توب. هاوليك هذا راه جاي وقتو، ها لي شورت تاعو بلي بوش. وعليكم السلام. كاين وليدي، هادو اونصوم تاع ولاد فيهم الالوان ليسونسيال، كي تجيو تلقاوهم مصطاليين. هذا ثاني بزاف شباب، هاوليك 3 بياس، بوندانا تاعو تريكو، هاوليك الشورت تاعو. لي فان تاعنا اذا كان الصوره واضحه قولوا لي، لانه الصوره عندي ماهيش يطلع لي كومونتا. ديروا لنا جيم باش اللايف ما ينقطعش، كيما حنا رانا نديروا مجهود نجيب لكم افضل بضاعه. ديروا نجام لي فان تاعنا باش اللايف ما ينقطعش. يلا خلينا باش نكملوا، ياك ماناش نبخلوا عليكم. وقلنا لكم احنا عكس التيار، وراح نهبلوكم بلي موديل وبالاسعار واضحه. ديروا نجام فقط وبارطاجي وخلي الناس تستفاد. دائما دائما واش نقول لكم، كيما انت جيت ووصلك هذا اللايف ولا الناس بعثوك، كاين ناس واحد اخرى تعاني من الاسعار، راهي تعاني من الاسعار. الحمد لله حنا الاسعار تاعنا في متناول الجميع. حنا ماذا بنا هذا الخير كامل يقيس كامل الناس، صوف الا ما وصلش عندنا. يعني الاسعار تاعنا الحمد لله
هذه بشهاده ليكنيون تاعنا والاسعار تاعنا مدروسه لله الحمد. وحنا ما ناش تاع موسم، حنا تاع العام، حنا نتاع العام. وضوح الشمس اوكي ما شاء الله، السعر تاعها 70 هاي ليك طوب ما شاء الله. ودائما نقول لكم اللي يدخل معنا جديد، حنا لي برودوي يوميا كاين جديد، كاين في النهار حتى يدخلوا ديزاريفاج في النهار، يعني كاين بضاعه اللي الناس يشوف اللايف بعد سمانه يجي يقول لي ما لقيت السلعه، دائما ديكلاري انه الله يبارك وما شاء الله يوم يومي يخلصوا لي موديل، يعني دائما ديكلاري انه كي تجي في اللايف ما تستناش يا اخي، كاين الناس راهي تجي، كاين الناس راهي تجي من بعيد باش تلقى لافير. علاش نقولوا هكذا؟ باش كليون كي يجي بعد سمانه ما يجيش يقول انه والله غير الشيء اللي حطيته ما لقيتوش، لانه حنا ماناش نبيعوا للجنون، دائما القاعده اننا نبيعوا لي كليون، اكيد هو اللي يجي الاول اكيد هو اللي راح يلقى لافاريتي، يلقى المقاسات، يلقى كل شيء. يعني حنا رانا يوميا كاين جديد. واش كاين ثاني؟ كاين هذا ثاني اونصوم تاع اولاد هاوليك، السعر تاعو 88، للوان تاعو ثاني كامل شابين. دوكا نحن نغلقوا يعني بعد الفطور ان شاء الله 88، للوان تاعو كامل شابين. بالنسبه لهذا اللوفر اللي درناه بقاو فيه 5 حبات، اللي مازال ما شافش اللوفر هذا مازال ما شافوش، بقاو فيه 5 حبات، فيه 14 وفيه 16. تدي فاست ب 185، تدي معاها سروال، نعاود نقولها تدي معاها تريكو الفراك، هذا تشريه وحده 80 درناه اوفر، يخلص هادو لي فاست يخلص الاوفر، يعني التريكو هذا راح يسقام لك الفراك 2000 فراك، يعني راح يولي عندك فاست وتريكو ب 187. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. 107، واما تدي معاه سروال في العاشيان فيه 3 الوان هاوليك، هذو بقاو فيهم 5 حبات الاخرين. اللي مازال ما سمعش باللوفر هذا 14 سنه و16 سنه هاوليك عاشيان في الاوريجينال يسقام لك الفراك، نعيشوك في السبعينات والستينات. عندنا هنا عندنا ثاني مرحبا بك، هادو بقاو فيهم واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، بقاو فيهم 6 حبات هامليك، بقاو فيهم 6 حبات ويخلص الأوفر تاعهم أو ليك سروال، لأنه كاين بزاف اللي راهم يدخلوا معانا جدد. هاوليك تريكو، ودائما نقولوا حنا الحمد لله البضاعة تاعنا متميزة العيد، ودائما نساهموا في ثقافة الشراء، ماشي لازم تشري حاجة غالية باش تحس انه راك عييت، العكس تشري حاجه رخيصه وكاليتي وماركه، تشري سروال بري مارك ب 150 ولا تشري شيميز زارا ب 100 وتزيد لها سروال ب 100 ب 200، يعني ماشي لازم تشري غالي. يعني احنا دائما هذه نقولوها ونعاودوها، كاين الناس الله يبارك تفهم البضاعه تاعنا، تفهم البرودوي تاعنا، كي نحطوا لايف ولا قبل ما يشوف البرودوي يشوف داير لايف كاين اللي يجي يجري. علاش؟ لانه على باله لا كاليتي وعلى باله البرودوي وعلى باله انه ما شاء الله السلعه يقدر بصح وشنو اللي يعرف يلبس، اللي يعرف احنا ما عندناش لي زونسوبل، احنا اغلب البضاعه اللي نخدموها انه تماري، يعني شيميز مع سروال يخرج لك طوب. دائما نقولوا هذه بزاف اللي داوها شيميز في خيابي خلاص سنه كبيره، بقى فيها سيمو 3 موا، بقى فيها سيمو 3 موا فقط، والناف الناف تقريبا خلاص. يعني مثال هذه جيب لي تشوف الباسكت الكورونا باش هذه 70، تزيد لها السروال في الاوريجينال وشكوش هاو ليك طوب واقف، السعر تاعو 115، وتزيد لها ثاني باسكات جيبي وخلاص، هاي لك يخرج لك اونسومبل ما شاء الله، ماشي 400 وماشي 500، تشري حاجه في الاوريجينال طوب، يعني قيس على هذا، هذو كامل تقدر تخرج لهم لي زونسومبل. نقول لكم مرحبا بكم في محل بينكي كيتس براقي، دمتم او في المحل تاعنا متواجد. راح نقول لكم هذه المدخل الجديد تاع براقي، هذا المدخل الجديد تاع براقي، يعني في فرسان تكمل قباله اوبليغاتوار راح تدخل منا اغوش، هاي ليك الدخله الجديده تاع براقي، هاي ليك راح حنا الاولين في الدخله تاع براقي، هاي محل بينكي كيتس براقي، محل بينكي كيتس براقي. واما ادخل الجوجل ماب اكتب بينكي كيتس براقي، واما عندنا لوكاليزاسيون في الفيسبوك اكليكي عليها توصل حتى لعندنا، واما اتصل بينا. نقول لكم مرحبا بكم في محل بينكي كيتس براقي، دمتم اوفياء. السهره نفتحوا ان شاء الله على الساعه 9 الى الساعه 1، صحه فطوركم والسلام عليكم، وصحه شريبتكم وبالصحه والراحه، السلام عليكم.